الفرحة لسه مستمرة، وكل واحد ليه مشواره الخاص بيه، وكل واحد ليه حلمه اللي عايز يكمله بعد الثانوية العامة. عمرو خالد ناصر الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بشعبة أدبي. مساء الخير وألف ألف مبروك يا عمرو. مساء النور، الله يبارك يا حضرتك يا رب. يعني صوتك مليان ضحك وفرح، يا رب يديمها عليك، ألف مبروك. الحمد لله الحمد لله، كرم ربنا كبير. يوم النتيجة ده بينسيك مجهود السنة كلها ولا إيه اللي حصل معاك يوم النتيجة؟ احكي لي. طبعا يعني أنا من أول السنة والله وإحنا بنتعب، ومش أنا بس، أنا ووالدي ووالدتي والعيلة كلها كمان والله. فطبعا أنا أطلع حاجة من الأوائل أصلا، وأنا ما كنتش متوقع حاجة زي دي أبدا، فحاجة تفرحني جدا وتشيل التعب وهموم السنة كلها. يعني بعد التجربه اللي خضتها في الثانويه العامه وانت ما شاء الله المركز الثاني، تقول ايه للطلبه اللي لسه داخلين ثانويه عامه والناس بتبقى مرعوبه من مرحله الثانويه العامه يا عمرو؟ هي بتعدي بسرعه، يعني انا فعلا ما كنتش مقتنع بحاجه زي دي قبل ما ادخل، بس هي فعلا طبعا بتعدي بسرعه. وان هو كل واحد هيجتهد ويتعب هيلاقي على قد مجهوده اخر السنه. طب نفسك في ايه يا عمرو؟ هتدخل كليه ايه؟ قررت ولا لسه؟ انا لسه ما قررتش جامعه ايه، بس ان شاء الله ممكن تبقى كليه اقتصاد. ان شاء الله نشوفك يعني بارع ومجتهد في هذا المجال، مجال مش سهل طبعا، وعايز حد محنك وعايز حد مثقف، ان شاء الله تكون قد هذا المجال. وانا شايف ان معظمكم لسه مش مقرر، وده موضوع صعب، يعني دي حيره الاوائل، لان ما شاء الله قدامكم مجالات عده يعني. بس انت حابب تدرس سياسه واقتصاد؟ حابب في الاقتصاد. مين قدوتك يا عمرو في الحياه؟ والله يعني انا قدوتي في الحياه هتبقى من ناحيه لعيبه الكوره اكتر، يعني انت اهلاوي ولا زملكاوي طيب؟ لا زملكاوي جدا. طب وكنت بتتفرج على الماتشات اثناء الثانويه العامه ولا كنت بتعمل ايه؟ كنت انا اصلا الحاجه الوحيده اللي كانت تخليني اطلع من جو الثانويه العامه وتصفى هي ماتشات الزمالك. اي نعم كان السنه دي مش احسن سنه لينا يعني، بس الحمد لله. انت بقى فرحت كل الزملكاويه اكيد بحصولك على المركز الثاني على مستوى الجمهوريه. انا بشكرك شكرا جزيلا عمرو خالد ناصر الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهوريه في الثانويه العامه الشعبه الادبيه.